لنداء الصياغات أطلق من دوار زركان أيت عبدي جماعة زاوية أحنصال. هبت فرق الدرك الملكي لإنقاذ مرأة حامل من موت محقق بعد تعرضها لنزيف حاد. التدخل الذي تم جوا عبر مروحية مجهزة طبيا مكن السيدة من الإسعافات الأولية قبل الوصول إلى مستشفى بمراكش. انتقلنا إلى مدينة أزيلال قصد إنقاذ سيدة عمرها 26 سنة حامل في شهرها التاسع، وقع لها نزيف وفقدت على إثره جنينها، وبعد تقديم الإسعافات الأولية الضرورية لها تم نقلها إلى مدينة مراكش لتجرى لها عملية قيصرية وذلك لإنقاذها. وصلت مروحية الدرك الملكي وعلمتنا الفريق الطبي الذي أنقذ حياة قريبتي، نحن نشكرهم جزيل الشكر لأنهم تكبدوا عناء التنقل للوصول إلينا، فنحن هنا محاصرون لا طرقا لدينا ولا مسالك. في انتظار برنامج المساعدة لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد القارص الذي سيشرع في تنفيذه ابتداء من الغد في إقليمي بني ملل وأزيلال، تظل العديد من الدواوير بالمنطقة معزولة عن محيطها الخارجي، تحاصرها الثلوج منذ زهاء الأسبوعين، الثلوج التي أدت إلى قطع الطرق وإغلاق المنافذ وتفاقم معاناة السكان.